في الجو بيعمل معانا شوية مقالب وكده، يعني اقدر اقول ايه، بيخدعنا شوية. نلاقي الجو حر والشمس حلوة قوي والشمس شديدة، ويبتدي الناس بقى تخفف شوية من اللبس خلال اليومين اللي فاتوا، اللي بينزل مثلا بحاجة تقيلة شوية، لا مجرد بس القميص كده وماشي الحال، الجو حر وهوب تلاقي الجو قلب، الشمس راحت، بدأت السحب تتكاثر، وبالتالي الرياح تشد وتزيد او يزيد الاحساس بالبروده، الجو يقلب في لحظه. فبالتالي جزء كبير جدا مننا اكيد بدا يحس ببعض التغيرات كده، وبدا يشعر بدور برد. فواضح ان احنا ما فيش اي داعي خالص للناس انها تنخدع بهذا الجو، خصوصا ان درجه الحراره في الوقت اللي بتكلم فيه حضراتكم انخفضت بشكل كبير جدا. هيئه الارصاد الجويه بتحذر يعني من انخفاض درجات الحراره خلال الساعات القليله المقبله. برحب بدكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دكتور منار مساء الخير، اهلا بحضرتك. مساء الخير على حضرتك استاذ عمرو، اهلا بك يا فندم. الحقيقه ناس كتير وانا منهم كنا انخدعنا ان الجو بدا يبقى حلو كده، وبدا نسمات الصيف تدخل من امبارح، ولكن النهارده فجاه بعد الظهر الحال اختلف. بالفعل احنا كنا بنشهد 72 ساعه من الاستقرار في الاحوال الجويه وارتفاع في درجات الحراره، لكن حتى اليوم استمر ارتفاع درجات الحراره. يمكن اليوم سجلنا عظمى على القاهره الكبرى 25 درجه مئويه خلال فتره النهار، لكن مع تقدم ساعات النهار بدانا نتاثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وايضا على سطح الارض، عامل على حاله من التقلبات الجويه. بدانا نشهد نشاط للرياح مع فتره الظهيره ودخول ساعات المساء، نشاط للرياح كان مثير للرمال والاتربه خاصة على سواحلنا الشمالية الغربية، كمان القاهرة الكبرى، بعض المناطق من شمال الصعيد أدى فيها لانخفاض الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ. مع تقدم ساعات المساء أيضا شهدنا سقوط أمطار كانت متفاوتة الشدة من منطقة لمنطقة، في مناطق شهدت سقوط أمطار من خفيفة متوسطة، يمكن مطروح والإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، القاهرة الكبرى، بعض المناطق من محافظات الوجه البحري كانت أمطار متفاوتة الشدة. وبالفعل مع دخول ساعات الليل بدأنا نشعر كمان بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، يمكن احنا متوقع خلال ساعات الليل الصغرى تكون ما بين 10 وال 12 درجة مئوية، يعني بانخفاض أكثر من 10 درجات عن خلال ساعات النهار، عن ساعات النهار 10 درجات انخفاض الليلة، أكثر كمان، لأن احنا بنقول إن كان عظمى النهاردة 25 درجة مئوية، متوقع توصل خلال ساعات الليل أقل درجة ل 12 أو 10 درجات. وسرعة الرياح شديدة جدا دلوقتي يا دكتور، بلا يمكن ساعتين ثلاثة. بالظبط يا فندم، هو استمرار نشاط الرياح من فترة الظهيرة مستمر معانا كمان لحد غدا، فنشاط الرياح كان هيزود إحساسنا أكثر بانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل. متوقع من غدا كمان يستمر طبعا التقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار بانخفاض درجات الحرارة خلال فترة النهار، يعني احنا غدا متوقع يكون في انخفاض في درجات الحرارة، نبدأ نحس بالأجواء الشتوية المعتدلة خلال فترة النهار وشديدة البرودة خلال فترة الليل، مع استمرار بالفعل نشاط الرياح اللي هيكون سرعته ما بين 40 و50 كيلو متر في الساعة على أغلب مناطق الجمهورية. ده هيؤدي كمان لإثارة الرمال والأتربة غدا، لسه مستمر معانا رمال مثارة غدا على أغلب مناطق الجمهورية، مع استمرار كمان فرص سقوط الأمطار اللي هتكون متفاوتة الشدة وقد تكون رعدية أحيانا على سواحلنا الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، قد تمتد كمان لبعض المناطق من شمال الصعيد، مدن القناة وسيناء. في النوع ان الامطار دايما بتكون على فترات متقطعه، يعني من وقت للتاني، وبتختلف كميتها من منطقه للتانيه او من محافظه للتانيه. هتستمر لامتى يا فندم حاله المنخفض دي؟ هي الموجه دي مستمره معانا الخميس والجمعه، وان شاء الله اعتبارا من يوم السبت القادم هنبدا نشهد تحسن في الاحوال الجويه، هنبدا نتاثر بقى بامتداد مرتفع جوي، فهيكون في شبوره مائيه في الصباح الباكر على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وتبدا درجات الحراره ترتفع تدريجيا، لان احنا يوم الجمعه هيبقى في انخفاض اخر ملحوظ في درجات الحراره، فيبدا من يوم السبت تعود تاني درجات الحراره للارتفاع على الاقل لمنتصف الاسبوع القادم باذن الله. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه.